مرحبا بكم معنا. في الأعداد اللي فاتوا حكينا على الفوائد الكبيرة تاع الكسكس بكل أنواعه، وفي هذا العدد رايحين نحكيوا على الطريقة الصحيحة والأمثل اللي نطيبوا بها الطعام حتى يحافظ على كامل الخصائص والفوائد دياله. والمعروف عندنا وفي كامل الدول المشهورة بالكسكس أنه طريقة الطبخ والوصفات تختلف باختلاف المناطق والعادات، وتاني على حسب المواسم والمناسبات. كاين اللي يحبوه بمرقة بيضاء ولا بمرقة حمراء، مالح ولا بالكسرة، باللحم ولا حتى بالحوت. المهم أنه طعام غني ومتنوع، والخبراء يقولوا بلي نقدروا نطيبوا طعام بألف طريقة وطريقة، وهذا الشيء اللي خلاه يوالم كل الأذواق. زمان في وقت جداتنا كان إعداد الكسكسي مثل طقس كامل، وإن كانوا يجتمعوا نساء تاع كل العائلة ويتعاونوا على فتل الكسكس بكميات كبيرة ويخلوه ينشف في السطح، هكذا باش تقدر تخبيه للعولة وسيدة البيت ماشي في كل مرة تعاود تفتلو. بصح اليوم في وقتنا الصناعات الغذائية سهلت علينا كامل هذه المهمة، وين ولينا نقدروا نشريو النوع اللي حبيناه جاهز. على بها تبدلت طريقة التحضير بعد ما كانت طويلة وشاقة ولات ما تاخدش من الوقت غير دقائق. يكفي أن نفرغوا كيس الكسكس في وعاء ونشمخوه بالماء. كاين اللي يخافوا يشمخوه بزاف ويتعجن لهم كيما أنا، وكاين اللي يشمخوه مباشرة تحت العين ويخلوه يقطر مليح، ومن بعد نزيدوا له شوية ملح على حسب الذوق ديالنا، ومن الأحسن أنه ما نكترولوش حفاظا على صحتنا. نفركوا الكسكس مليح بين يدينا ونحطوه يفور تفويرة الأولى يعني 20 دقيقة، ونعاودوا نفتحوه مع الرش والفرك قبل ما نزيدوا له تفويرة ثانية، ونعودوا نفس العملية المرة الثالثة، ومن بعد ندهنوه وكل واحد على حساب الذوق ديالو، يا إما بدهان تقليدي الزبدة ولا سمن ولا حتى بزيت الزيتون. وفي الأخير تجي المرحلة الأخيرة اللي هي تقديم الكسكس بالمرقة ولا بالحليب ولا غيرها على حساب الذوق تاع كل واحد فينا. وحتى تستهلك بلا ما تهلك لازم تناولوا الكسكس يلو كان مرة واحدة في الأسبوع. والأكيد أنه أحسن كسكس يبقى كسكس أمهاتنا، يعني كسكس ماما.